اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة فادي عضلات. النهاردة معانا الفيديو المنتظر بقوة وهو الانبوكسنج بتاع المايك الجديد اللي هو رود ان تي جي 3 بي. طبعا البي دي انا فهمتكم قبل كده، البي ديت اللي هي معناها بلاك، عشان المايك ده في منه نوعين، في اللي هو السيلفر والايه والبلاك، ده لون الاسود. طبعا المايك دوت يا جماعة انا كنت جايبه من وان روف ستور وكان سعره 13262 بالشحن، انا كنت دافع 38 جنيه شحن وهو ثمنه 13224. طبعا يا جماعة مش هنخش بقى في تفاصيل كتير، الحاجات دي كلها اللي عايز يعرفها في فيديوهات، في فيديوهين خاصين بالمايك ده موجودين على القناة التانية بتاعت الالعاب اللي هي تفجير وتدمير، هحط لكم الفيديوهين دول يعني في شاشة النهاية عشان ما اقعدش ارغي كتير في الفيديو ده، لان الفيديو ده الهدف منه الانبوكسنج بس. طبعا في ناس هتقول لي طب انت يا فادي بما انك المايك ده اصلا مش للقناة ديت، فليه ليه 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 بتعمل انبوكسنج؟ انا هقول لكم ده على سبيل التنويع عشان ما يبقاش يعني عشان يبقى في ترابط بين القنوات، يعني عملت فيديوهين على المايك ده في القناة التانية هعمل فيديو هنا يعني تنويع، فاهمني؟ في حاجة بس عايز اقولها لكم يا جماعة، في ناس بتقول لي طب انت ليه المايك دوت مش عايز تشغله للقناة هنا؟ هي الفكرة كلها مش ان انا مش عايز، هو مش مخصص لانه يتوصل بالكاميرا الكانون، ما ينفعش. المايك ده بيحتاج باور 48 فولت، الكاميرا ما تديش الباور ده، المايك ده بيشتغلش ببطاريات، اذا ما اقدرش اشغله على الكاميرا. طب عشان اسجل فيديوهات على القناه هنا هتعب قوي ليه؟ هبقى موصل المايك ده بالكارت الصوت بالكمبيوتر وبسجل منه وهيبقى الصوت منفصل عن الكاميرا وهقعد ادمجهم مع بعض، طب وليه كل دوت؟ ما انا ان شاء الله يعني لما احب اطور القناه هنا واجيب لها مايك كويس ممكن ابقى اجيب مايك مخصص لان هو يتوصل بالكاميرا. في انواع ثانيه من الرود ان تي جي مخصصه ان هي تتوصل بالكاميرا الكانون زي الروت ان تي جي 2، ده ممكن يشتغل بالبطاريات او بالفانتوم باور، فلما اجي اشغله على الكاميرا هشغله بالبطاريات عادي جدا ممكن يتوصل بيه الكاميرا. ان شاء الله في قدام يعني شويه هبقى اجيب مايك للكاميرا هنا واظبط لكم الدنيا هنا، ما تقلقوش يعني مش هنفضل بالمايك البويا ام 1 دوت. تمام، تعالوا بقى يا جماعه نعمل انبوكسنج للمايك دوت عشان بجد انا متحمس جدا يا جماعه للانبوكسنج دوت، متحمس جدا جدا جدا، وانا متاكد ان الناس كمان كلهم متحمسين للانبوكسنج دوت. الاول بس يا جماعه قبل اي حاجه يا ريت عايزين 5000 لايك على الفيديو دوت عشان تشجعوني وتحمسوني ان استمر في تقديم الفيديوهات على القناه ديت. طبعا يا جماعه انا هو في لزقه تحت هفكها، مش ثواني يا جماعه، تمام قوي تمام، انا متحمس قوي يا جدعان، متحمس قوي متحمس قوي. ده ايه؟ هو ممكن هو من الواضح ان هما يعني ايه عاملين كفر فوق والحاجات ممكن تكون تحته، لان انا قبل كده كنت بعمل انبوكسنج لكارت الشاشه تقريبا او حاجه زي كده كان في كفر فوق ما فيهوش اي حاجه والحاجات كانت تحت غالبا، يعني ممكن يكونوا عاملين كده. طيب نشيل الكفر دوت بالراحة عشان انا يا جماعة من النوع اللي ايه بحب احافظ على العلب يا جماعة، انا بحب ايه ده ايه ده يا نهار اسود ايه ده، ده مفيش ده فاضية، ممكن يكون ايه ده يا جماعة ده فاضية، ده مفيش حاجة خالص. الله يا نهار اسود يا جدعان، يا ريتني كنت عملت الانبوكسنج ده من زمان، انا ازاي اتاخرت كل ده؟ الناس كلهم كانوا قعدوا ينصحوني ويقولوا لي افتح العلبه من زمان من ساعه ما انت جبته وانا اتاخرت كل. طب اعمل ايه بقى الوقت؟ ايه ده بقى؟ يا لهوي يا جدعان يا جدعان، ايه ده يا جدعان؟ يا لهوي يا جدعان، حرام والله، ايه دوت؟ ده انا دافع في المايك ده فلوس كتير حرام، يا لهوي يا جدعان، ده مفيش اي حاجه خالص. طب اعمل ايه دلوقتي؟ الله، طب انا لو كلمت الشركه الوقت هيقولوا لي انت جاي تفتحه بعد كده، اوبا اعمل ايه دلوقتي يا جدعان؟ حد يقول لي اعمل ايه؟ يا لهوي يا جدعان، يا لهوي يا جدعان، يا لهوي يا جدعان، بهزر معاكم يا جدعان والله يا جماعه. بصوا محدش يعني، بصوا يا جماعه يعني هقول لكم على حاجه، في ناس
في ناس بتاخد الحاجات دي بقفشه، يعني تقول لك ايه فادي انت كذاب في العنوان، انت ضحكت علينا في العنوان عشان تجيب مشاهدات ومش عارف ايه والكلام ده. وفي ناس تاخدها بفرفشه كده كانها حته هزار حته كوميديا. لو تاخدوا بالكم يا جماعه احنا هنا في القناه دي اصلا دي قناه كوميديه في الاساس، فاهمين قصدي؟ فلازم وانا بعمل انبوكسنج قلت اضيف حته كوميديا، ما فيهاش حاجه يا جماعه والله، وارجو ان انتم ما تزعلوش مني، ويا ريت ما حدش يحط ديسلايك لان ده مجرد هزار. بصوا يا جماعه دلوقتي انا هوري لكم الانبوكسنج الحقيقي. هو الموضوع بكل بساطه ان انا الفيديو ده الحته دي المقطع ده انا مصوره بعد ما كنت خلاص عملت الانبوكسنج وقمت فضيت المحتويات كلها من العلبه وصورت وانا بفتح العلبه كاني يعني العلبه فاضيه مفيش اي حاجه، فاهمني؟ يعني هزار يعني والله يا جماعه بهزر معاكم، انا ما تقفشوش يعني ما تبقوش قفوشين كده. على فكره يا جماعه انتوا السبب في ان انا فكرت الفكره دي، هقول لكم ليه. لان كل شويه على القناه الثانيه يجي لي كومنتات ناس تقول لي ايه، تقول لي فادي انت ليه ما شغلتش المايك الجديد لغايه دلوقتي، العلبه طلعت فاضيه ولا ايه، شكل العلبه طلعت فاضيه يا فادي. والله ناس كتير تكتب لي الكومنت ده، فقلت طب حلو خلاص يلا فكره فيديو اطلع العلبه فاضيه في الفانت، انتوا عايزين كده والله يعني انتوا يا جماعه اللي بتدوني الايحاء في افكار الفيديوهات انا اعمل ايه، مش انتوا اللي قلتوا. دلوقتي يا جماعه حالا هيبدا الانبوكسنج الحقيقي للمايك، اتمنى لكم مشاهده ممتعه. تعالوا نفتح المايك ونشوف جوه ايه. طبعا المايك ده يا جماعه صناعه استراليه، يعني حاجه نظيفه جدا. طبعا ايه هنفتح المايك بالراحه كده، ماشي. معلش اتاخرت عليكم في الانبوكسنج دوت. لسه في الحته دي. تمام كده نفتح بقى. هي عادي بكل بساطه، هي الموضوع سهل يعني، معرفش انا كنت مأزم الدنيا ليه. طبعا يا جماعه نفتح بس الاول كده، انا بحب احافظ على العلبه يا جماعه بصراحه. طيب اول حاجه ديت، دي اللي هي الووتر ريزيستنت الومنيوم ستورج. دي يا جماعه بتبقى اسطوانه من الالومنيوم، ممكن بيتحط فيها المايك لو احنا هنستخدمه مثلا تحت الميه او كده بحيث تحميه من الميه. حلوه والله الفكره دي، يعني دي فكره كويسه جدا. بس بيسجل ازاي وهو جوه دي انا مش عارف، يعني مفيش اي فتحات اصلا في الالومنيوم ستورج دي، فانا مستغرب ازاي وهو جواها بيسجل، معرفش دي حاجه غريبه جدا يا جماعه. لا انا متهيألي وهو جواها ما بيبقى، انا مش عارف بصراحه، ما متهيألي ما اكذبش عليك انا مش عارف. هي دي الومنيوم ستورج تحميه تحت الميه، بس ما اعتقدش انه يكون بيسجل وهو جواها لان هيكون متوصل بايه اصلا. ماشي يا جماعه، دي اول حاجه موجوده عندنا في الايه، طبعا ده بقى ده المايك نفسه، الجثه اهي المايك ذات نفسه. ده بقى عايزين حرص بقى واحنا ايه بنتعامل معاه، لان ده ايه زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، ده الايه الجثه نفسها، ده المايك نفسه يا جماعه. المايك بجد حاجه اسطوريه، عظيم جدا، عظيم مايك عظيم جدا يا جماعه. زي ما انتوا شايفين مصمم ومصنع في استراليا، يعني التصميم والتصنيع في استراليا. حاجه مايك عظيم جدا يا جماعه، زي ما انتم شايفين الستايل بتاعه رهيب جدا. طيب نحط المايك كده على جنب. ايه تاني يا ترى جوه العلبه؟ ايوه دي بقى ديت يا جماعه اللي هي الفومه اللي بتتحط عشان تمنع وصول اصوات الهواء والرياح للايه للمايك. يعني مثلا لو انا مشغل مروحه جنب المايك او في شوشره يعني جنب المايك، دي لما تركب على المايك تقلل النويز ديت وتخلي ايه الصوت يبقى نقي وصافي. ودي الميزه بقى ان رود جاي بحاجته جاهزه، يعني مش انا اللي هشتري فومه مخصوص زي ما كنت بعمل في المايكات التانيه، لا المايك جاي بالفومه بتاعته جاهزه. بصراحه الستايل جامد جدا، انا مش عارف اقول يعني بجد الستايل المايك وهو بالمنظر ده يبقى رهيب جدا جدا جدا. طيب
ايه تاني عندنا؟ في ديت اللي هي اسمها الميكروفون كليب، دي بتتركب في الحامل، بتثبت في الحامل بحيث يتحط عليها المايك، يعني المايك بيبقى بالمنظر ده كده بيتحط هنا. هي بتتوسع بالايد، يعني اوسعها بحيث ان انا ادخل المايك جواها. ممكن اوريها لكم، بصوا بتتوسع كده بحيث ادخل المايك جواها واقوم مثبتها من هنا في الايه، في الحامل اللي عندي، بحيث اللي هو البوم ارم. يعني اعتقد ممكن يركب على البوم ارم اللي عندي اللي كنت مركب عليه البلويتي، بس انا لسه مش متاكد يعني صراحه اذا كان هينفع ولا لا. بس بصراحه يا جماعه انا متحمس جدا للمايك دوت. اخر حاجه معانا، في حاجه تاني، في حاجه تحت اهيت، في حاجه تحت اهي انا شايفها اهوت يا جماعه. يلا بقى، ديت يا جماعه حافظة زي ما انتم شايفين، يعني عشان تحفظ المايك. حافظة على فكرة جميلة جدا، بصوا حاجة جميلة جدا جدا، يعني حاجة جلد فخم يعني. وطبعا دي مجرد ايه، دي اللي هي كان عليها الحاجات يعني. تمام، كده ما فاضلش الا حاجات بسيطة جوه. ده معرفش ده ايه بصراحة، حاجات بقى تبع الكتالوجات وكده. يعني في عندنا هنا كتالوج رود اهوت، اكيد ده فيه تعليمات يعني. حلو علامه اي لاف رود، لان انا فعلا بعشق الماركه دي رغم ان انا اول مره اجربها، لكن بصراحه يا جماعه شايف ان هي ماركه عظيمه جدا من كتر ما الناس بتمدح فيها، فده اللي خلاني اشتري الماركه دي، خاصه لما كنت بتفرج على الفيديوهات بتاعتي يحيى رضوان وكنت بشوف الجوده رهيبه جدا جدا جدا، فده اللي شجعني ان انا اشتري المايك ده. زي ما انتم شايفين يا جماعه بجد حاجه عظيمه جدا، المايك شكله اسطوري 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 اسطوري، حاجه فوق الخيال. بس كده يا جماعه، وبكده فيديو الانبوكسنج بتاعنا يكون خلص. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. عايزين بقى يا جماعه، يا ريت يا ريت يا ريت عايزين على الفيديو دوت 5000 لايك، ما تبخلوش عليا يا جماعه عشان خاطري، لان زي ما انتم شايفين انا شاري مايك غالي جدا مخصوص عشان اقدم لكم محتوى بجوده عاليه قوي 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 على قد ما اقدر.